الهاتف الدكتور خالد باطرفي، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور خالد، تلميح روحاني إلى أن هذا الاتفاق جعل أمريكا أكثر انعزالية أمام خطة العمل المشترك، إلى أي درجة يوحي بأن إيران عازمة وبشكل كبير على استخدام الموقف الأوروبي كورقة ضغط لمنع أمريكا من الانسحاب من هذا الاتفاق؟ هي تأمل أن الموقف الأوروبي موحد، والموقف الأوروبي ليس موحدا. قبل دقائق كان صدر بيان من فرنسا، بريطانيا وألمانيا يؤيد ما جاء في كلمة ترامب، أن إيران دولة تزعزع السلام وتدعم الإرهاب ولها سياسات عدائية في المنطقة، و يعني مشروعها الصاروخي يضر بالسلام إلى آخره، وأن على إيران أن تتحاور مع أمريكا ومع الدول الأخرى بشأن هذه الجوانب وأن تتوقف عما تفعله بالنسبة لهذه السياسات. إذن ولكن في نفس الوقت هذه الدول دكتور لم تؤيد الانسحاب من الاتفاق. هذا صحيح، يعني هو في النهاية حتى ترامب لم ينسحب، ولكنه توقف أو امتنع عن التصديق وأحال الموضوع إلى الكونغرس. الانسحاب كان هو خيار من الخيارات، ولكن يبدو أن هناك رأي آخر وقوي تيار في الإدارة الأمريكية وفي الكونغرس يرى أن نتمهل في هذا الخيار. لكن عدم يعني عدم التصديق يجعل الاستثمار في إيران أو التعامل التجاري مع إيران محفوظ بالمخاطر. الشركات الأوروبية كانت تنتظر منذ توقيع الاتفاق أن ترى إشارة من أمريكا بأنها ستعود إلى يعني ستلتزم بجانبها برفع العقوبات، وأنها لن تعارض الاستثمارات الأوروبية والتعامل الأوروبي، وكانت تنتظر هذه الإشارة. ولكن الإشارات التي جاءتها الآن تجعلها تتوقف وليس تتردد فقط، وحتى البنوك الأوروبية لم امتنع وما زالت تمتنع عن تقديم القروض لبلد هو محدد في أي لحظة بعقوبات أمريكية مشددة. أشكرك دكتور خالد باطرفي، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من جدة. إذن مشاهدينا انتهت هذه